عن إذنكم. عجبني ثقته في نفسه يعني. تحس كده إن شكري سرحان قوي في نفسه. الله يسامحه بقى، طرطش لي دماغي أكتر ما هي مطرطشة بكلامه ده. بس الحمد لله إن يوسف ما اتصلش. وأنا رؤوف ولا رن عليا رنة واحدة. هو إحنا يا أختي واقعين ولا إيه؟ نعم؟ لا طبعًا. طب لعلمك؟ أيوه. إحنا حريم جامدين قوي، بس إحنا اللي ما بنرضاش نبين عشان ما نتحسدش. حلوة حريم. بس يا أختي ده ولا رن رنة واحدة. قبل الجواز كان هيرن يرن يرن عليا يرن عليا. دلوقتي ولا رنة واحدة. الرجالة دول يا لهوي يا لهوي. آه والله هما الرجالة كده، قبل الجواز يعملوا حبيبة وبيقلبوا كائنات كئيبة. في إيه؟ أنت اتخانقتي مع سامي ولا إيه؟ لا اتخانقتش معاه، بس متضايقة شوية. أمورتي الحلوة متضايقة من إيه؟ ما تقولي لي وأنا أريحك. عادي يعني يا ماما، متضايقة عادي مفيش حاجة. تسمعي مني ولا زي كل مرة؟ عايزة تقولي إيه؟ مش عايز تعرفي أنا وأبوكي بعاد عن بعض ليه؟ اللي قلته قبل كده كان صح، لكن اللي هقولهولك دلوقتي هو الحقيقة. أنا وأبوكي ما تعلمناش أي حاجة في الدنيا. لا هو عارف يعني إيه ست، ولا أنا عرفت يعني إيه راجل. مش فاهمة. أنا فاهمة. أنا كنت بعتبر كل كلمة بيقولها لي أمر، هو كان بيعتبر كل اعتراض مني تمرد. لا أنا فهمت إن أوامره دي خوف علينا، ولا هو فهم اعتراضي إن أنا مش فاهمة هو عاوز إيه. سامي يا بنتي راجل، عارفة يعني إيه راجل؟ دي كلمة كبيرة قوي، كل حاجة بترجع له، كل تصرفاتك بتحسب عليه وبتحاسب عليها. ليه؟ هو أنا كنت جارية عنده؟ وليه ما تقوليش إنك حتة منه؟ وده الفرق بين اللي فاهم واللي مش فاهم. اوعي تسمعي كلام اي حد من صحابك يقلبك عليه او تخليك تمردي عليه. اقولك على نصيحه اسمعيها من امك، لو كسبتي جوزك وبيتك هتملكي الدنيا واللي فيها. ماما. نعم حبيبي. انا بحبك قوي. كل ده ما تسأليش عليا. انت اللي وحشتيني قوي، ده انت حتى ما فكرتيش تتصلي بيا مره. يا سلام يا اختي، وانت ما تتصليش ليه بقى؟ ايه ده؟ امال دينا وناديه فين؟ مش شايفاهم على مكاتبهم. دينا فوق عند المدير، تلاقيه عمال يتسلى عليها، بس بعون الله هتقوم بيه ب10 زيه. رباب وحشتيني يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انا عرفت بالصدفه انك هنا، كان لازم تعدي عليا انا الاول على فكره. يا سلام يا اختي، وتعدي عليك انت الاول ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا زميلتها في النم. بس ولا ما وحشكيش النم؟ هي تموت في النم اصلا. رباب رباب حبيبتي وحشتيني. انت اللي وحشتيني قوي. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا بنتي خسيتي قوي كده ليه؟ هتختفي؟ ايه ده بجد خسيت؟ اه جدا قوي. والله يا جماعه انا من ساعه ما سبت الشغل وانا بحس بزهق فظيع، بحس ان عندي وقت فاضي كتير قوي. مش فايتك كتير، اترحمتي من المدير اللزج اللي قاعد عندنا فوق. انا مش فاهمه الراجل ده ما بيبصش في المرايه. لا ما بيبصش طبعا. لا بس هي برضو كان لازم ترجع عشان خاطرنا احنا. لا طبعا ترجع فين، ما تلعبيش في دماغ البت، سيبيها كده هي كويسه. العب في دماغها ايه؟ هي محتاجه لعب في دماغها. ده انا والله لو حد زي مجدي ده قال لي اسيب الدنيا كلها هسيبها من غير ما افكر لحظه. ان شاء الله هيحرقوكي زي الساحرات بتوع ايام زمان. بعد الشر بعد الشر. احكي لي عامله ايه انت وحسين؟ مفيش، رحت قعدت معاه وقلت له ان هو لازم يقابل بابا عشان نخلص موضوع جوازنا. وافرضي بقى يا فلحه باباكي قال لا، هقول له ان انا عايزاه وعايزه اتجوزه. تقولي له ايه؟ ابوكي سعيدي هيموتك. مش مهم، المهم ان انا ابقى خلصت من الحيره دي. بتحبيه؟ سكتي ليه؟ مش عارفه، زمان لما كنت بتسال السؤال ده كنت بجاوب على طول، دلوقتي ببقى محتاجه وقت عشان ارد عليه. ياه ده انت محتاجه جلسه بقى. حاسه ان في حاجه في حسين متغيره؟ ايوه
ايه هي بقى؟ مش عارفه. يبقى تعملي اللي انت عايزه تعمليه وباسرع وقت ممكن. حسين يروح يقابل ابوك. ليه بقى؟ عشان ده اختبار لحسين، وربابة عارفه كويس قوي انه مش هينجح. صح؟ اتفضل. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ عامل ايه النهارده؟ آه الحمد لله كويس. انا كنت عايز اشكرك على اللي انت قلتيه عليا امبارح. هي كنت بتحبها وهي فضلت سامي عليك، صح؟ ايوه انا حسيت كده. انت ايه اللي خلاكي تقولي الكلام ده عليا امبارح؟ عشان حاجتين. اول حاجه انك فعلا كده، وانا مبسوطه قوي ان انا شغاله معاك. تاني حاجة بقى، حسيت انها لازم تعرف انها خسرت كتير قوي. خسرت ايه بس؟ سامة احسن مني بكتير. مفيش حد احسن من حد، بس في ناس بتليق على بعض وناس لا. وبعدين بقى من هنا ورايح انت لازم تيجي المكتب رسم فورمال. انا عملت حسابي اني هنزل معاك ونعمل شوبينج ونشتري شوية بدل. انت وسيم جدا على فكرة، بس مبهدل شوية. ست الله يخليك، بس انت عندك حق في شويه حاجات. يعني مثلا اقول لك على حاجه، بس ما تحكيش. النضاره اللي انا لابسها دي انا مش عارف انا لابسها ليه اصلا، مع ان نظري مش ضعيف بجد. يعني انا كنت بلبسها عشان ماما بتقول لي هتخلي شكلك محترم. انا النهارده مش هلبسها. متشكر ولا لا؟ انت هتفضل تشكرني كده كتير؟ مفيش اي حاجه تانية هتقولها؟ انت لازم تكون اشيك محاسب في مصر كلها. اوف اوف. في ايه؟ مالك؟ طلعت زفت البرك فوق عند المدير. يا نهار اسود، ده المدير المفروض كان يقطع اي تعامل معاه بعد اللي حصل. ازاي بقى وهو الباشا اللي ماسك كل حساباته وملفات الضرايب بتاعت الشركه؟ وبعدين اكيد في حاجات بينه وبين المدير احنا ما نعرفهاش. ما هو مديرك ده راجل مش سالك. بقول لك يا ليلى، ما تيجي نهاجر. نهاجر نروح فين بس؟ هو احنا عارفين نعيش هنا لما هنعرف نعيش بره؟ يا بنتي يا هبله، بيقولوا هناك تعيشي تحبي تكرهي تتجوزي تتطلقي اياكش تموتي، محدش هيسأل عنك. وهي دي تبقى حياه؟ لا ازاي؟ لازم نقعد نرغي ونهري. امشي اطلعي بره. انت بنت نكديه وبتحبي الغم، وانا عندي مشاكل وفيا اللي مكفيني. امشي اطلعي بره. يبقى شكله كده ما اتصلش. ما تنيلش. بس لعلمك انا ولا يهمني، ولعلمك هبقى مطلقه للمره التانيه. وابقى رئيسة قسم المطلقات. لا وايه خبره بقى. مش اطلع بره. طيب دينا، دينا استاذ رؤوف هنا وبيسال عليك. وحشتي. ازاي اتاخرت قوي كده ليه؟ انا عمري ما اتاخر عليك. راحوا شعرنا يا جماعه، احنا محرومين. امشي اطلع بره. خلينا شويه بره. طيب وحشتيني بجد. كذاب، بس مش عايزه اصدق غير انك هنا، ونفسي اصدق انك بتحبني بجد. والله العظيم بحبك. ازاي؟ تفتكري بيعملوا ايه؟ بيلعب استغماية. قديمة انت قوي. الو؟ اي مستر نادر. حالا يا فندم. حاضر، دقيقة واكون عند حضرتك. بقول لك ايه؟ استنيني هنا عشان نروح مع بعض اللوك عبل ما اخلص على الزبون اللي فوق ده. ماشي. انا جاي النهارده ونفسي أعيش معاك يوم عمري ما عشته في حياتي. بس ممكن بقى ننسى أي حاجة إلا إننا نبقى مع بعض؟ ممكن؟ نادية قالت لي إن قدامك نص ساعة وتخلصي. أنا هستناك قدام الشركة.
اوعى تتأخر. يا فندم. اتفضلي. تحت امرك. صفي امورك الشخصيه مع طلعت بره مكان الشغل. طلعت شخص مهم بالنسبه للشركه. ماسك ملفاتنا الضريبيه والحسابات. اي حاجه بينك وبينه يبقى بره مكان العمل. يا فندم على فكره هو اللي غلطان مش انا. انا عارف. المفروض حضرتك تحمي موظفينك على فكره. انا بكلمك عشان افهمك كده. حضرتك تقدر تسأل كل الموظفين وهم يقولوا لك مين فينا اللي كان غلطان. عارف يا ليلى ان هو الغلطان، بس عارف انك انت موظفه هنا في الشركه. موظفه في الشركه هتتصرفي بحكمه وبعقل. طلعت ماسك حاجات مهمه في الشركه، انا ما اقدرش استغنى عنه. لكن حضرتك بقى تقدر تستغنى عني انا مش كده؟ افهمي الكلام اللي انا بقوله، انا ما قلتش كده. يا فندم حضرتك عايزني اعمل ايه؟ واحد كل شويه بيجي هنا ويفضل يضايقني، اقول له انا اسفه معلش حضرتك عشان انت مهم جدا بالنسبه للشركه؟ خلاص يا فندم انا ممكن اريح حضرتك واقدم استقالتي. اهدي اهدي يا ليلى، الامور دي محتاجه عقل مش محتاجه اندفاع. اتفضل على مكتبك، مش عايز اسمع حكايه الاستقاله دي ابدا. يلا اتفضلي. ماشي يا فندم. انت بصراحة مشكلة مالكيش حل. تصوري بقى، أنا عشت طول عمري ما تخيلت إني ممكن أحبك بالشكل ده. ولا إنك تحب حد قد سلمى؟ ليه كده؟ أنت مش هتبطلي أبدا. أنا بقى بحبك من زمان، من وأنا قادر. كنت بحلم بيك طول الوقت، كنت متأكدة انك جاي. تعرف ان انا محضراك؟ ليه؟ مخوية ولا ايه؟ مش بيقولوا اللي بيحلم بالعفريت لازم يطلع له؟ انا كل يوم كنت بحلم بيك. بس انا احلى بالعفريت بكتير صح؟ خالص. ليه في ايه؟ حالتها صعبه جدا والدكتور خليل قلقان قوي ومصمم اني اكلمك. طيب انا جاي حالا. رؤوف في ايه؟ معلش يا سلمى. دينا هي ايه تعبت؟ ايوه ونقلوها المستشفى. ممكن اجي معاك؟ عايزه اطمن عليها، عايزه اطمن على ابنك. يهمني تكون سعيد ويهمني هي تقوم بالسلامه. هي ملهاش ذنب في أي حاجة بتحصل. جاي اهو. ليلتي وحشتيني. انت ايه اللي جايبك؟
ايه اللي جابني انت؟ ايه هتسيبيني واقف على الباب كده ولا ايه؟ ماما مش موجوده، امشي. ايه ابوكي ماما مش موجوده؟ طب ده شيء هايل، المفروض نقعد مع بعض وماما مش موجوده. هو ايه ده اللي هايل؟ اتلم حصل لك؟ اتلم ايه يا بنتي؟ ده انت الوحيده اللي حكي لك ظروفي كلها، انا ما فيش اي علاقات نسائيه في حياتي غيرك. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هعمل ايه؟ هصوت احلم عليك الجيران. طب ما تسيبني نمي الجيران عادي جدا، احنا مخطوبين والناس عارفين ان انا خطبك، يعني من حق ادخل جوه. ما ينفعش. انزل انا هنزل وراك. يلا استني بس، يعني ما فيش امل ان انا ادخل خالص؟ موتوني. موتوكي. اتفضلي الورد، اتفضلي الشجره. 250 جنيه ده. الف سلامه. راحتك. ماشي. صباح يا ليلى. ليلى افتحي الباب. وبعدين بقى ايه يا بنتي الجحود اللي انت فيه ده؟ بقولك مخطوبين، انا المفروض نقعد مع بعض شويه. وبعدين انت عارفه ان انا مبسوط جدا وحاسس ان انا رجعت عيل صغير. ما هو فعلا اللي انت بتعمله ده حركات عيال. اتفضل بره يا بنت. بحبك بره. خلي عندك دم، انا لو منك ما عملتش كده خالص. والمصحف عادي. العنوان معاك والطريق ما يتوهش، ولحد ما تيجي وتتقدم لي تنسى خالص ان انا في اسكندريه. ليه كده يا ربا؟ لاني وعدت يا حسين. وعدتي؟ وعدتي ابن خالتك ان انتي ما تشوفينيش تاني؟ ايوه وعدته، وانا بحترم وعدي. مقابلتي انا وانتي ضد الاحترام والقيم؟ ايوه انا كنت غلطانه. سلام يا ربا. لو سمحت يا حسين، زي ما قلت لك العنوان معاك والطريق ما يتوهش، لحد ما تيجي وتتقدم لي تنسى أساسا إن أنا كنت في حياتك. أنا عندي خبر هايل. قول. إيه اللي في إيدك ده؟ قول لي الأول خبر وأنا أقولك إيه ده. طيب احنا اول شركه هنمسك الحسابات بتاعتها كلها شركه عمار للمقاولات. واو، شكلك كده هتبقى اشطر مني ومش هعرف اكلمك. ايه ده؟ دي بقى بدله انا اشتريتها على ذوقي عشان فرحنا. ايه ولا انا مش ينفع احضر الفرح. غلطان، انت لازم تروح، مش عشانها، عشان سامي. وتاني حاجه بقى، عشان انا رايحه ومش معقوله اروح لوحدي. انا لازم اروح وانا مش علاقه في ايدي اجمل راجل في اسكندريه. انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ طب والله العظيم انت قمر، بس انت اللي مش عارف قيمه نفسك. ولا ايه ده، انت بتتكسف يا عماد؟ انت لازم تشوف نفسك صح، لازم كمان كل الناس تشوفك صح. صدقني ده هيفرق معاك كتير قوي. طيب تسمحي لي انا كمان اشتري لك بدلة الفرح؟ قصدي فستان الفرح. انسى، انا اشتريته من زمان والله لنجنن الفرح كله. يعني سامي ولا عماد؟ انتي مجنونة؟ سامي طبعا، انتي بتحبي سامي. وبعدين عماد ده شخص ما يناسبكيش، هو حاجة وانتي حاجة تانية خالص. تعملي ايه يا نادية؟ ما بعملش حاجة، زهقان بس مش قادرة اتخانق. مش فكرة خناق دلوقتي، بابا وماما قاعدين برا وبيتكلموا في حاجة مهمة جدا. بابا برا؟ اه. حاجة مهمة ايه؟ ومن امتى في بينهم حاجة مهمة؟ بتسأليني انا؟ مش عرفت. طب حاسب كده؟ نادية بنتنا هتتجوز. اه مبروك. انا حولتلك مبلغ 50,000 جنيه على حسابك عشان جهازها. لك كتر خيرك. انا اسف. أظن كفاية لحد كده. يا ريت، أنا تعبت. تحبي
نرجع نعيش سوا ولا؟ لا مش هقدر، مش هقدر بعد كل اللي حصل بيننا ده. انت عارف انا بقالي كام سنه معاك وانت مش معايا؟ ازاي اقدر اعيش معاك بعد ما كل حاجه اتكسرت؟ يمكن لو كنا اتطلقنا كنت قدرت ارجع لك، بس اتعمدت تكسرني وده اللي مش ممكن انساه ابدا. انا اسف على كل اللي حصل، بس الواضح كده ان الواحد ما بيعرفش حقيقه الحياه الا لما بيخسر كتير قوي. لسه هتتكلم؟ كلام خلص والحياه خلصت. اعتبري نفسك من اللحظه دي طالق مني، وانا هخرج من هنا اكمل بقيه الاجراءات. انا فرحي بكره على فكره، بس انتوا عارفين كده هو الجواز وحش قوي كده؟ قولوا لي عشان اعمل حسابي او اغير رايي كله من دلوقتي. حبيبتي احنا كنا كده ولا كده وعاد عن بعض، بس احنا كان لسه عندنا امل ترجعوا لبعض. انتوا عارفين انا كنت بفضل اقول ان انا اللي مش طايقه اشوفكم انتوا الاثنين عشان اقنع نفسي ان الامور طبيعيه واني مش محرومه من وجودكم مع بعض، بس رغم كل اللي حصل بينكم كان لسه عندي امل ترجعوا. فبتطلقها النهارده قبل فرحي بيوم واحد؟ ناديه يلا ننزل. هتهرب انت كمان يا امير؟ تعرف انا كنت بستحملك ليه؟ أصلاً كنت بشوف فيك بابا. شفت عمايلك وصلتنا لإيه؟ منك لله يا أخي، منك لله. مين؟ مش عارفة، شوفي كده من العين السحرية. دي دينا سحرتك؟ دينا. أهلا يا حبيبتي. يا طنط. الحمد لله. اتفضلي. في إيه مالك؟ مفيش، تعالي. أنا آسفة لو جاية من غير ميعاد، بس كنت عايزة أروح أقعد أتكلم مع ماما، وبعدين خفت ألاقيها بتسمعني كلام يكرهني في الدنيا أكتر ما أنا كرهاها، فقلت لازم أجي أقعد أتكلم معاكي. خير يا بنتي؟ إيه اللي حصل؟ حصلت حاجات كتير أوي. طب قلتي انا هقوم اعمل ليمون ونشرب الليمون ونهدى عشان عايزه اقعد اتكلم معاكم انتوا الاثنين. وناويه تعملي ايه بقى دلوقتي؟ مش عارفه. هدي الكلمه بقى اللي تودي في ده. مش عارفه. امال اللي كنت عارفه متاكده قبل ما تتجوزي؟ هتحافظي عليه وعلى بيتك، هتستحملي اي حاجه لانك انت اللي اخترتي. ما كنتش فاكره ان الموضوع صعب قوي كده. مش مشكلته، مشكلتك انت. قبل ما كنتي تاخدي القرار كان لازم تفكري كويس قوي اذا كنت هتقدري تستحمليه ولا لا. كنت فاكره نفسي اقوى من كده. مش عبط بقى وكلام فارغ، هو كان متجوز من قبل ما انت تتجوزيه، وكنتي عارفه كويس قوي ان هو بيحب مراته. اتجوزتيه بقى عشان بتحبيه، عشان خايفه من كلام الناس حواليكي، عشان مطلقه، عشان مش عايزه تعيشي لوحدك. المهم دلوقتي ان انت تقفي قدام اي حاجه، تقفي قدام الريح، تصدي الموج، تدي ظهرك لاي مشكله، اي حاجه تخرب عليكي بيتك. بعدين سلمى ما هي مستوعبه الموقف. ايه احسن منك؟ اقوى منك؟ ماما عندها حق يا دين. وعندي حق برضو لما قلتلك ان طارق احسن، والاخر مره بقولها لك عشان يبقى كلامنا على نور. وانت حره في الاخر، لو عايزه تتجوزي يوسف هتعيشي معاه لاخر العمر، ما عنديش كلام تاني غير كده.
كلام ماما كله صح يا دين. عندها حق. أنا سبت رؤوف وجيت لي عشان أنانية. ليه عايزة أخد كل حاجة ليا أنا؟ مع إن هي مراته من الأول. يعني هي الأصل وأنا الفرع. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة. ظروفها الصحية صعب في المستشفى. قابلوا بعض سنين قبلي. حبوا بعض واتجوزوا. وقفت جنبه من الصفر. كبرت معايا. وكبر معاها لحد لما بقى صاحب مستشفى وفلوس في البنك وملايين. ليه عايزاها تتنازل عنه بالسهولة دي ليه؟ لا، وعايزاه في الآخر يجي يقولي إن أنا أحسن منها وإنه هيسيبها عشاني. غبية قوي أنا. ها، بالراحة على نفسك يا حبيبتي، متقسيش عليها قوي كده. بالعكس، أنا مبسوطة. أنا كان لازم أكون جنبه، لازم كنت أثبت له إن أنا أحسن منها زي ما هي وقفت جنبه لحد لما بقى. أنا كان المفروض أكون جنبه في الظروف دي. تقدري تقولي لي هيعمل ايه لو مراته جرالها حاجه؟ ولا لو ابنه حصل له حاجه؟ انا اللي كان المفروض اكون جنبه. وحشه قوي انا يا ليلى، وحشه. هي دينا مش جايه ولا ايه؟ ليلى قالت لي انها سافرت النهارده الصبح، وليلى هتجيلنا على القاعه على طول. والله وهتتجوزي يا مضروبه. وايه اللي يا مضروبه؟ والله انا اطيب واحده في الدنيا، مش فاهمه بس انتوا ظالميني كده ليه؟ والله عارفه، ده انت ست البنات. مجدي؟ الو؟ ايوه. انت وصلت؟ طيب، باي. مجدي هيوصلنا الكوافير. مجدي؟ امال فين حبيب القلب؟ والله مجدي ده طيب ومحترم قوي، على الله نفهم بس. طب يلا يا غلبوي، يلا يلا. فرح النهارده. ادخل. أنا آسفة. لا أبدا، مفيش حاجة. تفضلي. مش زعلان مني؟ لا طبعا مش زعلان ولا حاجة. حصل ده أصله طبيعي جدا. شور أنا عارف طبعا إنك زعلانة ومتضايقة وبتتعذبي من جواكي، بس صدقيني زي ما في حاجات بتعمليها غصب عنك، أنا كمان في حاجات غصب عني. فاهم؟ سلمى تعبانة قوي يا دينا. والبيبي؟ الحمد لله. رؤوف مالك؟ مفيش. أنا طول السنين اللي فاتت دي كنت بحلم من يبقى لي طفل، وهي كمان كانت مستنية اليوم ده.
انت ما تعرفيش احنا عملنا محاولات قد ايه عشان الخلفه دي. كتير كتير قوي، وكل مره كان بينزل فيها الطفل كنت انا اللي بموت فيها. المره دي بقى مش عايز اخسره ولا اخسرها هي كمان. مش هيحصل لها حاجه، عارف ليه؟ عشان ربنا اكبر مني ومنك. انت كل اللي كنت نفسك فيه طفل، وهي عملت كل حاجه علشان تحقق لك ده، يبقى اكيد ربنا هيكون معاك، ولازم انت تكون مؤمن بكده. قولي هي فين؟ بلاش يا دينا بلاش، ما تخافش أنا عارفة حامل.